السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة أولى ثانوي إن شاء الله هناخد مراجعة على الوحدة الأولى، والوحدة الأولى بتتكلم على زمنين، الماضي البسيط والماضي المستمر. يلا بسم الله. أول زمن هناخده زمن الماضي البسيط، الباست سيمبل. تكوينه إيه؟ قال لي الفاعل السبجكت، وبعد كده الفيرب تصريف التاني للفيرب اللي هو بنضيف له اي دي او دي او اي اي دي. ازاي يا رجاله؟ اه، يقول لي بلاي، التصريف التاني بلايد، زودت الايه؟ الاي دي. قال لي لايك، يبقى لايكد، زودت الايه؟ الدي. يعني افهم من كده ايه؟ ان الفعل ما فيهوش اي انا بضيف اي دي، لو في اي بحط الدي بس. قال لي الاي اي دي لما يكون الفعل اخره واي واللي قبله ساكن، نحذف الواي، نحذف الواي ونحط الاي اي دي، ستادي ستادي، ما فيهاش اي مشكله. قال لي لو الفعل الاخير ساكن واللي قبله متحرك اللي هي او، فانا بضاعف الاخير برضو، بضعفه واحط لها ايه؟ الاي دي، ستوب ات. يبقى نفهم من كده ان الفعل ما فيهوش اي بحط الايه؟ الاي دي، في اي بحط الدي، اخر واي واللي قبله ساكن. لما مش حد يقول لي ايه طب ما بلاي اخرها واي، لا، اللي قبله متحرك، هنا اخير واي واللي قبله ساكن، بحذف الواي واحط الاي اي دي. لو الاخير ساكن واللي قبله متحرك، بضاعف الاخير واحط الايه؟ الاي دي. زي ايه تاني؟ ترافل، تمام، ازود ال واحط الدي. الاستاذ القيصر بعت لي تعليق بيقول لي راجع لي على سنة أولى، قلت له حاضر، سامعه بيقول لي دلوقتي. طيب إمتى أعرف إن دي حروف متحركة ولا ساكنة؟ أنا راجع الحروف المتحركة A O U I E، دي الحروف المتحركة، باقي الحروف ساكنة، يبقى دي إيه؟ المتحركة. باقي الإيه؟ الحروف ساكنة، عشان بس عارفين امتى ايه متعلق في عندنا الساكن والمتحرك. ايه ده كده الافعال اللي هي الايه؟ المنتظمه. ناخد مثال، I played football. He studied English. فيها مشكلة؟ ما فيهاش أي مشكلة، الحمد لله. عندي بقى افعال غير منتظمه تحفظ كما هي. زي ايه يا رجاله؟ زي سي الماضي سو، عندي ام واز وار، المصدر منهم بي، الماضي من ام واز واز، والماضي من ار وير. طبعا عندنا هاف وايه وهاز، الماضي منهم هاد، وفي افعال تانية اخرى، تمام. واحد يقول لي ازاي يا مستر؟ اقول له I was at home. ركزوا معايا في الحتة دي. He was happy. They were teachers. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني كل جمله بجيب واز وير؟ صح يا استاذ؟ اقول لك لا، مش كل جمله واز وايه؟ وير. امال بجيب واز وير امتى؟ مع ثلاث حاجات، يا مكان يا اسم يا صفه، عشان هو فعل زي بقيه الافعال الاخرى. يعني ما ينفعش احط له فعل تاني كمان زيه، لا هو فعل، يبقى واز مع الاي والمفرد، والوير مع اليو والوي والزي واسم الجمع. جالي مكان، صفه، اسم. لكن اي حاجه تانية بنطق، انا بنطق الفعل played studied، تمام. طيب واحد يقول لي يتناول، اقول له had تناول lunch، يبقى اجيب التصريف التاني. يبقى الماضي البسيط فاعل التصريف التاني، التصريف التاني بجيبه بنضيف اي دي او دي او اي اي دي. دي في الافعال المنتظمه. الافعال الغير منتظمه تحفظ كما هو، زي سي سو ام واز، الماضي منهم واز، الماضي من ار وير،
have وهاز الماضي had. تمام؟ ادي كده يا رجاله. ناخد مثال كمان في فعل اللي هو did الماضي من do. يبقى I did homework، انا فعلت الايه؟ الواجب. ها فيها مشكلة؟ مفيش اي مشكلة. دي اول حاجة في الفعل المنتظم وغير منتظم. تاني حاجة ناخدها بس لما نمسح النفي. تاني حاجة في الماضي البسيط هي النيجاتيف اللي هي النفي. النفي عندي بنفي في الماضي بتلات حاجات. تلات حاجات ازاي؟ هنشوف. اول حاجة يا رجالة نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي الفاعل واقول له didn't، مادام جبنا didn't المصدر منها do، فانا جبت الماضي منها ايه؟ did، صح كده؟ يبقى اجيب ماضي تاني، قال لي لا رجعوا المصدر، ما ينفعش ماضي وماضي، يبقى فاعل didn't والايه؟ والفعل في المصدر. ازاي؟ I didn't play، he didn't see، يبقى فاعل didn't والفعل فين؟ في المصدر. تمام، ادي اول نفي. تاني نفي يا رجاله قال لي بنيفر، قال لي فاعل انا بحط نيفر. هنا بقى ما جبتش تصريف تاني، ده انا جبت كلمه مختلفه، يبقى جبت ايه؟ فاعل نيفر وقال لي التصريف التاني. خلي بالكم من ده عشان ناس كتير سالوني عليه. قولي ايه؟ I never played. يقول لي ايه؟ يعني نيفر بيجي معاه تصريف تاني؟ طب لو منتظم يبقى ايه دي؟ لو غير منتظم يبقى يحفظ كما هو، يبقى هي نيفر سو، يبقى فاعل نيفر التصريف التاني. دي تاني نفي. يبقى النفي الاولاني فاعل didn't والمصدر الفعل من غير اي حرف زياده، زي I didn't play، he didn't see. قال لي النفي التاني فاعل never والتصريف التاني I never played، he never saw. طيب ادي النفي التاني، هناخد النفي التالت. ايه هو؟ قال لي was وايه where. انا بعمل ايه طبعا؟ was مع المفرد اللي هو I وهي وشي وات واي اسم مين؟ مفرد. اما وير مع اليو والوي والزي واسم مين؟ الجمع. انا براجع يا جدعان بالتفصيل عشان اللي ناسي او لسه ما ذاكرش. فواز وير هنا انا بعمل ايه؟ بحط نوت او ان ابوستروف ايه؟ تي، وممكن نيفر بعدها وبعدين بكمل. واحد يقول لي طب امتى واز وامتى didn't؟ خلاص احنا عرفنا نيفر بعدها. قال لي هنا مع ثلاث حاجات لسه قايلينهم في الشرح، مكان او اسم او ايه او صفه. ازاي؟ لما يقول لي اي نقط هابي يستر داي، يستر داي امس امبارح، يبقى الكلام في الماضي. تمام، يروح جايب لي اي didn't، اي wasn't، نيفر. تمام، اولا اي بيجي معاها didn't وبيجي معاها wasn't وبيجي معاها never. طيب ناخد قاعده كده، قال لي never سوري didn't، نبدا ب didn't، بيجي بعدها الفعل في المصدر. في فعل هنا؟ مفيش، دي صفه. تمام، never بيجي بعدها الفعل تصريف تاني زي ما احنا لسه واخدين، يبقى ما تنفعش ولا didn't ولا مين؟ never. ما فاضل مين؟ قال لي wasn't، ناخدها. ليه؟ عشان قلنا صفة، يبقى was where بيجي بعدهم يا إيه مكان يا اسم يا إيه يا صفة، يبقى كده. مثال تاني عشان يبين أكتر. I not go to the cinema last week، وقفل راح مديني choose، يقول لي didn't never وراح جايب لي wasn't. اي بيجي معاها wasn't، بس هنا الفعل فين؟ في المصدر، يذهب. هنا بقى معناها ذهب، ويسترداي او لاست يبقى ماضي. نيفر بيجي معاها تصريف تاني في الماضي، ما تنفعش.
يبقى مين عندنا مين؟ قال لي didn't، عشان فاعل didn't والفعل فين؟ في المصدر. يبقى خلي بالي من الجزء ده، يبقى اقدر افرق بين didn't wasn't او weren't. wasn't او weren't مكان يا اسم يا صفه، لكن في الفعل في المصدر بنفي بديدنت، بيجي لك اختيارات. فبقى ايه؟ فبتلخبط بقى، ايه ده؟ ده في يسترداي، طب ما واز في الماضي، wasn't او weren't، وعندي didn't، الاثنين ينفعوا، اعمل ايه؟ ابص الاقي الفعل في المصدر اخد didn't، الاقي مكان يا اسم، وعلى فكره المكان بيكون قبله حرف جر. يا مكان يا اسم يا ايه؟ يا صفه، ثلاث حاجات، يعني اي حاجه غير الفعل. اما never بيجي معاها التصريف الثاني، يا اما بعد was او ايه؟ او where، يعني لازم يكون في was او ايه؟ او where. تمام؟ ادي كده النفي، هنهد الكلام وهناخد ثالث حاجه اللي هي السؤال بمعنى هل. ثالث حاجه السؤال بمعنى هل. قال لي ايه؟ خلي بالكم معايا هيبقى نفس حكايه السؤال في النفي. ازاي يعني السؤال والنفي يعني؟ يعني هيبقى نفس الكلمات اللي انا بستخدمها في النفي بستخدمها في السؤال. ازاي؟ قال لي did والفاعل وبجيب المصدر الانفينيتيف. استخدمت دي ايه؟ didn't في النفي، جبتها في الاول معناها ايه؟ هل. did you read a book؟ فانا هقول ايه؟ yes واليو هحولها اي واروح منزل did زي ما هي. did you read a book؟ yes I did. no I didn't. واحد قال لي كتير في التعليقات، قال لي امتى يا مستر بحول اليو الى اي وامتى الى وي؟ برضو لازم نبقى عارفين، لو هي انت يبقى اي، لو انتما تبقى وي. خلاص؟ طيب ادي السؤال بمعنى هل، ديد وفاعل والمصدر. تاني حاجة قال لي واز مع المفرد، وير مع الجمع. طب ايه الفرق؟ قال لي هنا مفيش فعل، يعني لما بسأل على فعل بجيب ديد، بسأل على مكان يا اسم يا صفة بجيب واز وايه؟ وير. ازاي؟ واز هي ات هوم، هل هو كان في البيت؟ جبت مكانه. اقول ايه؟ yes he was، no he wasn't، مفيهاش اي مشكلة. اللي بعدها قال لي وير، مثال على وير، يو وير يو هابي، هل هو كان سعيد؟ سوري، هل انت كنت سعيد؟ هنقول ايه؟ yes نعم انا اي. طب اي بتاخد وير؟ لا، اختها اللي هي هو ايه؟ was. no no I wasn't. يبقى was where مع مكان يا اسم يا ايه؟ يا صفة. ادي السؤال بمعنى ايه؟ هل. طيب ناخد هنا السؤال بال W H، يبقى الاتنين مع بعض، السؤال بال W H نفس الشغلانة يا رجالة. W H بقول did وفاعل واروح مرجع الفعل فين؟ في المصدر. W H was وفاعل مفرد، W H where وفاعل جمع. طب هنا بجيب ايه؟ فعل؟ قال لي لا، ما بجيبش فعل، بكمل المكملة عادي. يبقى ما دام بسأل على فعل برضه بجيب ايه؟ did. مفيش فعل بجيب was او ايه؟ او where. where did you go؟ أين ذهبت؟ تاني وير، هنا فيها اتش يا جماعة، معلش، دبليو اتش اي ار اي، وير وير يو، أين كنت؟ يعتبر نفس الايه؟ المعنى، وير ديد يو جو؟ أين ذهب؟ وير وير يو؟ أين كنت؟ أدي السؤال بالدبليو ايه؟ بالدبليو اتش. طيب، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، كده الماضي البسيط خلص. ايه اللي خلص؟ تكوينه، الشغل بتاعه. طيب قال لي امتى بختار الماضي البسيط؟ قال لي مع الكلمات الداله اللي هي مين؟ يسترداي ولاست واجو وان ذا باست. يسترداي ولاست واجو وان ايه؟ ان ذا باست.
once ذات مرة، وان واي تاريخ في الماضي. تمام؟ طيب او ايه تاني؟ معلش يا جماعه عندي برد، استحملني بقى شويه. قال لي لو انا جايب لي جملتين، الجمله الاولانيه ماضي، يبقى اختار التانيه ايه؟ ماضي برضه. ازاي بقى؟ when I was، when I was young، عندما كنت صغير. ادي هنا ايه؟ جملة. when I was young هنا ماضي. انا كنت بعمل ايه بقى؟ I played football. يبقى انا عندي هنا الجملة الاولانية مفيش كلمات، لكن الجملة الاولانية ماضي، يبقى اختار التانية ايه؟ ماضي بسيط. تمام؟ تمام، دي حاجة. الحاجة التانية، الماضي البسيط ده يعبر عن ايه؟ قال لي يعبر عن عادة في الماضي ولم تحدث الآن. يبقى تعبر عن ايه؟ عادة في الماضي ولم تحدث الآن. بالتالي هنستخدم كلمة مين؟ used to، والفعل فين؟ في المصدر، فاعل used to. دي معناها ايه؟ اعتاد أن. اعتاد ايه؟ أن، بس عادة في الماضي ولم تحدث الآن. لما أقول ايه؟ my dad used to play football، يعني أبي اعتاد أن يلعب كرة القدم. يبقى دي عادة في الماضي ودلوقتي هو ما بيلعبش. ازاي بقى؟ my dad used to play الفعل في المصدر. تمام؟ فضل. يبقى دلوقتي ايه؟ ما بيلعبش. طيب واحد يقول لي ايه؟ سامعه هوت بيقول لي ايه؟ طب ده بابا زمان بيلعب كرة دلوقتي برضو بيلعب، يعني لسه بايه؟ بيلعب. هعملها ازاي؟ اقول لك حاجة بسيطة قوي، هتقول لي الفاعل العاقل وهتحط لي am يا is يا are used to والايه؟ والمصدر؟ لا، هنا الفعل ing. ايه دي؟ تعبر عن ايه؟ تعبر عن عادة في الماضي وما زالت موجودة حتى الآن. يبقى am و is و are used to الفعل ing. تمام كده؟ تمام. يبقى عندنا عادة في الماضي ولم تحدث الآن، يعني لسه خلاص كانت عادة في الماضي وبقاش يعملها دلوقتي. used to الفعل في المصدر، used to الفعل في المصدر. لكن عادة في الماضي وما زالت موجودة لحد دلوقتي بيعملها، هنقول am يا is يا are used to الفعل ing. طيب نرجع لأصل كلمة use. use يعني ايه يا رجالة؟ use يعني يستخدم. طب ما انا ممكن اجيبها بمعنى بتاعها. بس هنا معناها ايه بقى؟ استخدمها مبني المجهول، بيكون جايب لي شيء غير عاقل، شيء يا از لو مفرد، لو ار لو هو ايه؟ جمع. واخد مين؟ يوزد تو، وهنا بقى اخد الفعل فين؟ في المصدر. لو مفيش تو بجيب الفور، وبعد كده بجيب الفيرب اي ان جي. لو مفيش اي ان جي بجيب اسم. ايه دي؟ معناه استخدمه او استخدمه. زي ما نقول ايه؟ a pen القلم is used to، القلم استخدمه للايه؟ write الكتاب. طيب لو انا شلت ايه؟ to حطيت for، هتبقى writing. ها؟ تمام؟ نزلت شوية؟ نزلت قوي؟ نقولهم تاني علشان مفيش حاجة باينة. ماشي، معلش يا جماعة نزلت شوية صبر. يبقى عادة في الماضي ولم تحدث الآن، فاعل used to الفعل في المصدر. عادة في الماضي ولم تحدث. لو عادة في الحاضر في الماضي وما زالت موجودة، يبقى am و is و are used to الفعل ing. قال لي لو هي معناها استخدمها، يبقى شيء مفرد أو جمع، بجيب يا is يا ايه؟ يا are. used to بجيب هنا الايه؟ المصدر. لو شلته وحطيت فور بجيب الفعل اي ان جي، زي a pen is used to write، a pen is used to for writing. يبقى كده الماضي البسيط ايه؟ البسيط. فاضل ايه؟ فاضل حته واحده بس هنهد ونكتبها.
اخر حاجه يا رجاله نو لونجر نو لونجر واني لونجر. ايه الكلمتين دول؟ الكلمتين دول بيساووا ايه بقى؟ يوزد تو والمصدر اللي هي الهين اللي هي اعتاد ان اللي هي اعاد في الماضي ولم تحدث الان. شغلها ايه بقى؟ قال لي ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، قال لي فاعل نو لونجر. هنا لو الفاعل مفرد بجيب الفعل اخره اس يعني مضارع بسيط، تمام؟ لو كان فاعل جمع اقول نو لونجر واجيب الفعل فين؟ في المصدر. ازاي؟ هي نو لونجر plays tennis. I no longer play tennis. ده الكلام ده بيساوي ايه بقى؟ بيساوي فاعل used to، الفعل فين؟ في المصدر. طيب any longer التانية قال لي بيجيب فاعل واقول no don't لو كان جمع، ده في المضارع البسيط اللي هناخده ايه الوحدة التانية اللي انتوا المفروض خدتوه في الوحدة التانية واحنا بنراجع. فاعل جمع دونت، تمام؟ والمصدر فاعل مفرد داز ايه؟ دازنت، وبرده الفعل فين؟ في المصدر. وبكمل الشغل بتاعي واحط في الاخر اني لونجر. شفتوا الفرق بين الاثنين؟ يعني لو انا هجيب دي باني لونجر اقول هي ايه؟ هي دازنت play tennis any longer. و I هتبقى I don't play tennis any longer. يبقى الكلام ده واحد يقول لي ايه ده يعني no longer و any longer بيجي تكوين شكل مضارع بسيط؟ قال لك بتساوي ايه؟ يوزد تو والفعل في المصدر اللي هي عاده في الماضي ولم تحدث الان. كده الجزء الاولاني من يونت 1 اللي هو الماضي البسيط. هنهد وهناخد الجزء الثاني اللي هو الماضي المستمر. الماضي المستمر طبعا الماضي المستمر بنجيبه والزمن الثاني بيكون ماضي بسيط. مين الماضي المستمر ده؟ قال لي ماضي مستمر فعل مستمر في الماضي وجي حدث تاني قطعه او الاثنين مستمرين. طب ما نشوف عملي كده. بسم الله. تكوين اول حاجه قال لي فاعل مفرد يبقى واز، وهنا جمع اخد مين؟ وير، عشان بس ايه نفرق بالاثنين. في في الماضي البسيط كنا بنجيب واز وير مع ثلاث حاجات، مكان يا اسم يا صفر. لكن هنا ماضي مستمر واز وير، هنا بقى الفيرب اي ان جي. I was playing. They were playing. خلي بالكوا النبي عشان في ناس لغايه دلوقتي مش عارفين was مع مين وير مع مين. I وهي وشي وات واسم مين المفرد، دول بجيب معاهم was. اما اليو والوي والزي واسم الجمع بيجيب معاهم مين؟ وير. عشان واحد قال لي يو بيجيب معاها واز، اقول له لا وير. يو وي زي جمع بياخدوا معاها وير. خلاص كده؟ تمام. ادي الماضي الايه؟ المستمر. يعبر عن ايه؟ واحد يقول لي كده خلاص تكوينه؟ ايوه، ما انا بستخدمه النفي وازنت او ويرنت. والسؤال بمعنى هل واز او وير وفاعل والفيرب ان ايجي؟ يعني بعمل مقص. بستخدمه، تمام؟ في السؤال والنفي والجملة، ماشي. بجيب امتى الماضي المستمر يا عم الحاج؟ قال لي لما يكون حدث مستمر جه حدث تاني قطع، زي انا قاعد اتفرج على التلفزيون النور قطع وانا ماشي رأيت حادثة بعيد عنكم، تمام؟ او وانا بذاكر اختي بتلعب، ادي مستمر وانا مستمر، هي مستمرة وانا مستمر، يعني الاتنين بنعمل فعلين مختلفين ومستمرين، مفيش حد قطعنا، تمام؟ طيب، أو حدث لوحده بيكون مستمر
بس لما يكون هنا في وقت. اه طيب، علشان نلخص الليله كلها، قال لي وايل واز جاست از وين. الاربعه بيجي معاهم ماضي مستمر وبعد كده ماضي بسيط اللي هو فاعل مستمر جه حدث تاني ايه قطع، او الاثنين مستمرين ماضي مستمر وهنا ماضي مستمر لما يكونوا الاثنين مستمرين. اوكي ازاي؟ while I was playing، ايه ده؟ بينما انا العب مين اللي حصل؟ ماي ايه؟ ماي داد، بابا ماله كيم جه. يا نهار ابيض، ده المفروض عرفني ان انا بذاكر وانا بلعب، راح ايه هو جه راح موقف الايه اللعب اللي انا كنت بلعبه. طيب الثانيه وايل اي واز ريدنج ا بوك، وانا بقرا الايه الكتاب، مين؟ ماي سيستر واز playing with a toy، كان بتلعب باللعبة بتاعتها. يبقى هنا ماضي مستمر جه الحدث الثاني ماضي بسيط قطعه، أو الاثنين مستمرين. طيب إمتى بتكون زمن واحد بس ويكون مستمر؟ قال لي لو أنت قاعد بالليل كده بتتفرج على التلفزيون او بتذاكر طبعا ايه، او ماسك التليفون وبتلعب على ايه، بتتفرج على الفيسبوك او ايه الحاجه اللي انت بتعملها، بقى قعدت قد ايه يا عم؟ من الساعه 12 بالليل للفجر للساعه 5، حد قطعك؟ لا. حد دخل عليك الاوضه؟ لا. النور قطع؟ لا. يبقى بس حددت الايه هنا، حددت الوقت، يعني لما الاقي من الاخر تحديد وقت انا بجيب ماضي مستمر جمله واحده. ازاي؟ لما يقول لي اوكلوك الساعة، أو يقول لي فروم تايم، تايم هي اللي مقصود بيها الساعة تو تايم، أو كلمة اول داي أو اول نايت، وكل دول بيجي معاهم إيه يا رجالة؟ يستر يستر داي أو إيه؟ أو لاست لاست ويك لاست مانث لاست أي حاجة طبعا. تمام كده خلصنا الجزء ده. طب ازاي؟ اديني مثال يا مستر. اقول لك حاضر، زي ايه؟ I was watching TV at 3 o'clock ايه o'clock yesterday. ايه ده؟ I was watching TV at 3 o'clock yesterday ايه يسترداي، يبقى هنا ماضي مستمر. طيب لو قال لي نفس الجملة بس قال لي from من 3 to 6 يسترداي، اه جبت له من 3 إلى 6 3 ساعات، وممكن أقول له all day all night طوال الليل أو طوال اليوم، يسترداي أو last week أو last month. يبقى كده الماضي الايه؟ المستمر. ايه ده خلص؟ لا استنى ما خلصش. امال ايه؟ قال لي انت قلت لي وايل واز وجاست از وين، بيجي معاهم ايه زي بعض؟ قال لك اه. قال لي وين بقى شغاله مع كله، يعني ازاي؟ قال لي ممكن تيجي بعدها ماضي بسيط وبعد كده ماضي مستمر، او مستمر وبعدين كده ايه بسيط، شغاله مع ايه؟ مع كل الازمنه، ما بتقولش لا. يبقى وين ماضي مستمر وبسيط، او مستمر ومستمر، او بسيط وايه ومستمر، مفيش اي مشكله. دي اول نقطه عايزين نحددها. طيب قال لي ايه تاني؟ قال لي لو مفيش كلمه، سوري، مفيش فاعل بعد هذه الكلمات، يعني مفيش اي، تمام، مفيش في جمله في اه، هنا while اي مفيش اي، while I مفيش،
ايه ده اعمل ايه؟ قال لي بتجيب الفعل اي ان جي، يعني اذا لم ياتي فاعل بعد هذه الكلمات بجيب الفعل اي ان جي، بجيب الاي ان ايه جي. طيب منهد ونمسح ونشوف مثال. مثال على الكلام اللي انا بقوله، مفيش فاعل بعد وايل بجيب الفعل اي ان جي على طول، يعني مديني وايل نوت اي بوك ذا لايت وينت اوت. بيبقى ريد ريدنج واز ريدنج وير ريدنج. واحد يقول لي طب واز ريدنج، اقول له طب انت بتجيب واز علشان الاي والهي والشي والات والمفرد، في حاجه من دي؟ لا. واحد يقول لي طب وير، طب وير مع يو وي وزي واسم الجمع، في حاجه من دي؟ لا. طب اعمل ايه؟ قال لي جيب الفعل اي ان جي زي ما احنا لسه قايلين، يبقى ما فيش فاعل بجيب الفعل اي ان جي. طيب قال لي يا رجاله نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، كلمه اسمها during يعني اثناء، هديت بيجي بعدها اسم، ودي تحل محل وايل يعني مكان وايل. يعني ايه مكان وايل؟ يعني مكان وايل يعني الزمن بتاعها ماضي مستمر، والزمن التاني يا اما ماضي بسيط يا اما ماضي مستمر. الاساسي معايا مين؟ ان during ماضي ايه؟ ماضي مستمر، بس بيجي بعدها اسم. ازاي؟ ازاي؟ اجيب لكم while I was watching، صح كده؟ a film. while I was watching a film، ايه ده؟ بينما انا اشاهد الفيلم ايه اللي حصل؟ the light went out، النور اتطفى خلاص. طيب انا عايز اقول during، قال لي during، قلنا during بتساوي while بس بيجي بعدها اسم، فين الاسم؟ فيلم او a film، يبقى اثناء الفيلم يبقى during a film. حصل ايه؟ the light went out بس، مفيش اي حاجة، سهلة وبسيطة مفيش اي مشكلة. يبقى was where والفعل ing، while و as و just as ماضي مستمر جه ماضي بسيط او مستمر ومستمر، when when ماضي بسيط ومستمر او مستمر وبسيط، شغالة مع الايه؟ الازمنة عادي. during بتساوي while بس during بيجي بعدها اسم، لكن وايل يا اما فاعل واز اوير واي ان جي يا اما الفعل اي ان جي. تمام؟ تمام. نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. في كلمات تانية؟ قال لي اه. عارفين كلمة بيكوز؟ وسو؟ لأن ولذلك؟ قال لك اه. قال لي بيكوز؟ بيكوز هيت؟ لأن؟ وسو؟ قعدته ما هي الرجاله دي بقى؟ قال لي بيكوز بيجي بعدها ماضي مستمر، يعني فاعل واز اوير والفيرب اي ان جي ماضي مستمر، وقبلها ماضي بس ايه؟ بسيط. طيب سو عكس بيكوز، ليه؟ بيكوز يعني لان، سو يعني لذلك، يبقى هنا باخد ايه؟ الماضي المستمر اللي هو was where والفيرب ان جي، وهنا الماضي البسيط ايه؟ البسيط بس. في حاجة؟ كده زمانين، الماضي البسيط والماضي المستمر، دي الوحدة الأولى. سايب حاجة تاني؟ لا الحمد لله. انتظروني الحلقة القادمة مراجعة الوحدة التانية لسنة أولى، بتتكلم على المضارع البسيط والمبني للمجهول في الأزمنة كلها. انتظروني الحلقة الجاية وتابعوني إن شاء الله، وأي حد عنده تعليق يبعت لي وهرد عليه إن شاء الله. وأقول آخر حاجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.